هنبتدي مع حالة الجو النهاردة، وبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات مصر. القاهرة الصغرى 26، العظمى 39. الإسكندرية الصغرى 25، العظمى 33. مطروح الصغرى 23، العظمى 31. بورسعيد الصغرى 25، العظمى 32. العريش الصغرى 25، العظمى 34. شرم الشيخ الصغرى 28، العظمى 41. الغردقة الصغرى 28، العظمى 42. المنيا الصغرى 25، والعظمى 40. أسوان الصغرى 28، العظمى 44. حلايب الصغرى 27، والعظمى 36.